أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك
أنشكر لي ولوالديك إلي المشير. صدق الله العظيم.